طب كبير جدا على شهر اكتوبر كده مش شهر اكتوبر اللي في شهر فنان معروف عشان افلامه اللي قدمها حرب اكتوبر الحمد لله وفي سنة الحياة وفي العالم العالم وتتخذ بالجميع شكرا شكرا Thank you.
Saison. Ja, Chef. كانش فيه تخوف انه يحصل ده، كانت الامور حوارات طبيعيه الحديث ده. الحمد لله في وصيه معينه؟ لا ما فيش حاجه معينه. شكرا. خالد صح؟ Thank you.
بعد اذن سيادتك، بعد اذن حضرتك، ممكن بعد اذنكم محدش يطلع جوه العربيه.
بعد اذنكم لو سمحتوا لو سمحتوا. الله يرحمه فنان قدير ومحترم وساب لنا تاريخ عظيم. يا محمد انا مش شايف الماء بتاعك. اشتغل مع كل الاجيال اللي قبله واللي معاه واللي بعده وكل تاريخه مشرف جدا، يعني ساب لنا رصيد سينمائي عظيم، فهنفضل دايما نفتكره. هو كان دايما قدوه لينا الحقيقه في فن واخلاق.
كمل. Thank you.
اشتغلت معاه في الكليب واشتغلت معاه في البتاع واشتغلت معاه في التيك توك. احلى فيلم عملناه افواه واغاني. يعني اقول له ايه؟ كان ده مثل اخوه حنون بيحترم الصغير قبل الكبير، يقوم على شغله، انسان مخلص بيبقى موجود متواجد اول واحد. ان لقى عندك اي غلطه بياخدك على جنب يقول لك لا وكذا 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 وكذا. طول عمره معايا في الحلقه رحمه الله عليه. قول لي مدام شريف. نعم. قول لي مدام شريف. ربنا يسبحها. ربنا يسبحها ويعينها على اللي هي فيه. يا انا فقدت انسان فتى الشاشه الاول بلا منازع. محمود ياسين قصر الشاشة قصر الفن بشكل غير طبيعي عكس أي زميل. وأنا بقول أهو آخر مرة شفتي إمتى فنان؟ آخر مرة شفتي فنان راحل إمتى؟